بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وال محمد اللهم ارزقنا التوفيق والاخلاص وصلنا الى هذه الفقره وكذا عندما يقول المربي الاخلاقي يجب رد الأمانة لصاحبها، نعم، فإنه يريد هذا المربي أن يبين في الحقيقة علاقة هذا الفعل بالهدف من الأخلاق وهو الكمال النهائي للإنسان، أو الكمال الإنساني النهائي، أو السعادة الأبدية، أو رضا الله، أو الحياة الطيبة. ولهذا إذا سألنا القانون لما يجب معاقبة المجرم فإنه يجب لأنه إذا لم يعاقب المجرم فإن الفوضى تسود المجتمع وأيضا إذا سألنا المربي الأخلاقي لما لابد من رد الأمانة لصاحبها فهو يجيب بجواب يناسب مع المعايير التي اعتنقها في مجال فلسفة الأخلاق نعم، إذا كان من ينتمي إلى الواقعية الأخلاقية، يقول: رد الأمانة في حد ذاته قيمة جيدة، في حد ذاته قيمة، نعم، يعني خير في حد ذاته، إذن مفهوم الواجب الأخلاقي والقانوني. يعني في المجال الاخلاقي او المجال القانوني الحقوقي في الواقع من قبيل المعقولات الثانيه الفلسفيه نعم هنا الكارثه الكبيره من الشيخ مصباح رحمه الله عليه نعم ليس من المعقولات الثانيه الفلسفيه ابدا ولا تنتمي الى المعقولات الثانيه الفلسفيه ابدا معليش هنا نحن في شرح هذا الكتاب ان شاء الله في فلسفه الاخلاق إذا وفقنا لخدمتكم نشير إلى هذه النقطة لنا في غاية الدقة والأهمية وهذا في تصوري هيمنة العقلية الميتافيزيقية على سماحة الشيخ مصباح رحمة الله عليه وعلى العقول الحوزوية نعم هيمنة ميتافيزيقية قوية جدا وإذا ضمنت أحيانا معان أخرى معاني أخرى لو أريد منها شيء أخر فإنها تصبح تصبح عندئذ تصير عندئذ لونا من المجاز أو الاستعارة نعم هذه واضحة جدا نعم جيد الموضوعات الأخلاقية والقانونية موضوعات إما الموضوع في القضية أو الموضوعات بمعنى المسائل نعم لهنا المقصود بها الموضوعات في القضايا في مقابل المحمولات كما أشرنا من قبل فإن هناك فئة أخرى من المفاهيم تستعمل في القضايا الأخلاقية والقانونية عادة لا يقولون القانونية يقولون الحقوقية وهي تشكل, تشكل موضوعات هذه القضايا من قبيل العدل والظلم والملكية والزوجية و من المفاهيم وقد قدمت دراسات عن هذه المفاهيم تتعلق بعلم اللغة وأصل الكلمات والتحولات الطارئة على المعاني الحقيقية والمجازية مما يرتبط بالأدب وهذا لا يهمنا نحن هذا بحث في جذور اللغة نعم جذور اللغة وكيف تطورت المعاني. يعني اللفظ كيف ترقى في معاني وتغير في المعاني. ويمكن القول إجمالا أن أغلبها قد استعير من المفاهيم المهوية والفلسفية، يعني من الأمور التكوينية. نعم، ثم استخدم بسبب حاجات الإنسان العملية. في الأمور العملية يعني تحقيق أغراض عقلائية في المعاني الاعتبارية في المجالات الفردية والاجتماعية مثلا بالنظر إلى الضرورة إلى ضرورة السيطرة على الغرائز والرغبات ورعاية الانضباط في السلوك فقد أخذت بعين الاعتبار حدود عامة يطلق على الخروج عنها اسم الظلم والطغيان ويطلق على ما يقابلها اسم العدل والقسط كما انه بالنظر الى ضرورة تحديد تصرفات الانسان في جمال الاموال ل... التي يحصل عليها بطريق خاص فقد لوحظ تسلط اعتباري يتفق عليه على على بعض الاموال ويسمى يسمى بالملكيه. خليني افيدك مساله خارج البحث. كل الانظمه الاجتماعيه تدور مدار الملكيه. أحذف الملكيه من الوجود لا معنى لبقاء هذا الوجود الاجتماعي الملكيه هي الاساس نعم الملكيه هي الاساس في النظم الاجتماعي ولهذا الملكيه هي محور الدراسات الليبراليه والدراسات الدينيه وكذا في المعاملات نعم اما ما هو حقيقه ما هو حقيق حقيقي ما هو حقيقي حقيق بالدراسه من وجهه نظر علم المعرفه فهو هل إن هذه المفاهيم مبنية على أساس الرغبات الفردية أو الاجتماعية فحينها تكون محض اعتبارية يعني ليس لها نظم خارجي واقعي منها جاءت فحسب وليس لها أي ارتباط بالحقائق الخارجية المستقلة عن رغبات الأفراد أو الفئات الاجتماعية وبالتالي فإنها يعني هذه المفاهيم من ظلم وعدل ووجوب ينبغي لا ينبغي مسؤولية فإنها ليست قابلة للتحليل العقلي أم إنها أنه يمكن الظفر برصيد لها بين الحقائق العينية والواقعية الخارجية ويمكن تحليلها وتبيينها على أساس علاقات العلية والمعلولية هذا مبنى الشيخ مصباح أنه يتبنى الضرورة بالقياس فيرى المفاهيم الحقوقية والأخلاقية مفاهيم فلسفية وهذا غير صحيح مطلقا غير صحيح نعم سيتبين إن شاء الله في محله والرأي السديد يشير إلى مبناه الذي يعتقده وهو حر في الاعتقاد نحن نحترم هذا الأمر والرأي السديد في هذا الشأن يتلخص في القول بأنه ولو كانت هذه المفاهيم اتفاقية واعتبارية بمعنى خاص ولكن له ليست مقطوعة الصلة تماما بالحقائق الخارجية ولا هي خارج عن نطاق قانون العلية وقد كان اعتبارها على أساس ما يحتاج الإنسان للوصول إلى سعادته وكمال حسب تشخيصه وهذا التشخيص مثل الموارد الأخرى ترى يكون صحيحا ومطابقا للواقع وأخرى يكون خطأ ومخالف للواقع لماذا لأن الإنسان يبحث عن الواقع الذي يلبي له مقتضيات فطرته واستعداداته وقد يخطئ وقد يصيب، نعم. كما أنه من الممكن كما أنه من الممكن أن يقوم بعض الأشخاص بوضع بوضع مثل هذه الاعتبارات للحصول على مفاهيم منافعهم الذاتية، وحتى أنهم قد يفرضونها على المجتمع فرضا، نعم، لبقاء الأمن الاجتماعي.. وتصل وتصل الناس الى الى حقوقها الى اغراضها نعم ولكن على اي حال لا يمكن عدها امرا يحدث جزافا ومن دون ملك يعني شيخ مصباح يرى ان هذه المفاهيم لها ملكات واقعيه نعم ومن هنا اصبح من الممكن لو نحيى هذه الكلمه اصبح ويعمل الصاله او بات احسن ومن هنا صار من الممكن تناولها بالبحث والدراسة وتبني بعض النظريات والاعتباريات ورد البعض الآخر. نعم يعني يمكن أن تخضع للنقاش العلمي والمعرفي. وإقامة الدليل والبرهان على كل منها، ولو كانت هذه الاعتبارات يعني الظلم وال العدل والحسن والقبح ينبغي لا ينبغي المسؤولية السعادة تعكس رغبة الشخص فحسب وهي بمنزلة الذوق الشخصي في اختيار نوع اللباس لم تكن قابلة للمدح أو الذم ولم يكن لتأييدها ولشجها معنى سوى إعلان الموافقة أو المخالفة في الذوق والسرقه هذه كلها موضوعات في فلسفة الأخلاق هناك تبحث بالتفصيل نعم. والحاصل أن هذه المفاهيم وإن كانت تابعة للجعل والاعتبار يعني في نظر سل... نظر الشيخ مصباح تؤخذ من التكوينيات وتوظف في دائرة القيم نعم ولكنها رمز للعلاقات الخارجية والحقيقية بين أفعال الإنسان والنتائج المترتب عليها هذه الضرورة بالقياس تلك العلاقة التي لابد من اكتشافها والاهتمام بها في مجال سلوك الإنسان وفي الحقيقة فإن تلك العلاقات التكوينية والمصالح الحقيقية الحقيقية تشكل الخلفية لهذه المفاهيم التشريعية والاعتبارية أنا أوصيكم بدراسة كتب الشيخ مصباح في فلسفه الاخلاق بغض الطرف عن عن رأينا نحن نخالفه او لا نخالفه تؤسس ارضيه لكم للتعمق في هذا الحقل المعرفي الخطير والجميل فلسفه الاخلاق وانا في تصوري في تصوري في نظري وعلى يقين من امري ان الذي يريد ان يجتهد في الفقه وفي علم الاصول إذا اجتهد في فلسفة الأخلاق والحقوق الطبيعية يكون مجتهدا مرتين يتضاعف اجتهاده نعم الدرس السادس عشر الاتجاه الحسي لا يطنب الشيخ كثيرا في هذه القضايا لأنها تتناول في فلسفة الأخلاق فهو أوكلها إلى بحوثه هناك يعود إلى نظرية المعرفة. الاتجاه الوضعي أو الوضعاني الذي لا يقبل إلا المعطيات الحسية والتجريبية. في الدروس الماضية التي مرت علينا، ذكرنا باختصار أنواع التصورات ومن خلال ذلك تعرفنا على اختلاف وجهات النظر حول هذه التصورات. وها هنا نتناول بالتوضيح بعض الأقوال التي نالت شهرة واسعة في المحافل الغربية لقد علمنا أن كثيرا من العلماء الغربيين أنكر وجود التصورات الكلية من الأساس من زمان الإسميين وعلى رأسهم أوكام والإسمية الآن متسعة في الفكر الغربي لا يؤمنون بالقضايا الكلية وبالتالي الميتافيزيقا غلقوا عليها نهائيا أين بقت الميتافيزيقا؟ بقت في الكنيسه الكاثوليكيه فقط هناك عميقه ولا زالت تتسع وفي بعض الشخصيات المؤمنه بالله وبالغيب ولا تنتمي الى الكنيسه ممكن تنتمي الى الدين الى الدين المسيحيه الا انها ليست في سلك رجال الدين فقط ما زالت هذه الدراسات عندهم نعم اتجاههم يسمى بالسبيريتيوليزم يعني الروحانيون الروحانيون هنا بمعنى المقابل للماديين الوضعانيين نعم لقد علمنا ان كثيرا من العلماء الغربيين انكر ان هذا الكثير انكر انكر الكثير وليس العلماء ان كثيرا من العلماء الغربيين انكر وجود التصورات الكلية من الأساس يعني لا يؤمن بالكل الطبيعي وبالتالي لا يؤمن بحيثيات الكل الطبيعي سواء كانت في الخارج المفاهيم الثانية خارجية منها الفلسفية أو المفاهيم المنطقية نعم ومن الطبيعي أن ينكر هؤلاء أيضا القوة الخاصة المدركة لها والمسمات بالقوى العقلية فانحصرت البحوث عندهم فقط في المعطيات التجريبية والوضعيون الان الترجمه الدقيقه الوضعانيون في العصر الراهن يسلكون هذا السبيل بل هم يندفعون الى اكثر من ذلك فيقصرون الادراك الحقيقي على الادراك الحسي يعني المعطيات التجريبيه فقط وسياتي الضابطه سيشير الشيخ الى الضابطه الضابطه ما هي مبدا التحقيق هذا من ابتكارات الوضعانيه مبدا التحقيق معناه كل قضية لا تخضع للتحقيق التجريبي فلا معنى لها. لا معنى لها. ناهيك عن أنها تقبل الصدق أو لا، لا معنى لها. <applause> الذي يحصل نتيجةً، يعني الإدراك الحسي الذي يحصل نتيجةً لاتصال أعضاء الحس بالظواهر المادية ثم بعد قطع الاتصال بالخارج يستمر بشكل أضعف. ويعتقد هؤلاء أن الإنسان يصوغ لمدركاته المتشابهة رموزاً لفظية وعند الحديث أو التفكير فإنه بدل من أن يستحضر في ذهنه جميع الموارد المتشابهة فهو يستخدم تلك الرموز اللفظية يعني الأسماء الرموز اللفظية يعني الأسماء يعني الإسمية وفي الحقيقة فإن التفكير لون من الحديث الذهني إذا ما يسميه الفلاسفة بالتصور الكلي والمفهوم العقلي ليس شيئا عند هؤلاء سوى تلك الألفاظ الذهنية، أما الكلية بالمعنى الطبيعي والمنطقي والفلسفي هذه خرافات ما بعدها خرافات. فإذا كانت هذه الألفاظ تعكس مباشرة مدركات حسية بحيث يمكن إدراك مصادقها بواسطة أعضاء الحس ويمكن عرضها على الآخرين فإنها عرض على الآخر يعني يمكن للغير أن يجربها فإنها تعتبر عندهم ألفاظا ذات معنى ومتحققة هذا هو مبنى مبدأ التحقيق أنا عندي الماء يتبخر في مئة درجة حرارية يتبخر ويصير ماء يمكن لك أن تجربه أنت، هذا هو مبدأ التحقيق هذه علميه كل شيء لا يخضع لمبدا التحقيق فهو خرافه ولا معنى له فيدخل الدين في سله الخرافه الميتافيزيقا في سله الخرافه فلسفه الاخلاق و و و في هذه الامور ثم ياتون بمباني الأخلاق، نعم وفي غير هذه الصوره يعني اذا لم يخضع لمبدا التحقيق نعم برينسيب دو فيريفيكاسيون نعم بوبر أحد كبار علماء فلسفة العلم رفض مبدأ التحقيق وعوضه بمبدأ التفنيد هذه بحوث في فلسفة العلم وفي غير هذه الصورة تكون ألفاظا فارغة لا معنى لها إذن هذه هي الضابطة كل مفهوم كل قضية لا تخضع لمبدأ التحقيق فهي لا معنى لها وفي الواقع فإنهم يقولون من بين الفئات الثلاثة للمعقولات المعقول الأولي والثاني المنطقي والثاني الفلسفي جزءا من المفاهيم المهوية بعنوان كونها ألفاظا ذهنية ذات معاني في تلك المصادق الجزئية المحسوسة إذا كل المفاهيم الأولية والثانية الفلسفية والمنطقية هي مثلا مفاهيم حسية وإلا كانت باطلة وأما المعقولات الثانية يعني التعينات والحيثيات ولا سيما المفاهيم الميتافيزيقية فإنها فإنهم لا يقبلونها حتى بعنوان كونها يعني حتى بوصفها ألفاظا ذهنية ذات معنى صلى معنى لها ومن هنا فإنهم يعدون المسائل الميتافيزيقية والدينية والأخلاقية التقليدية يعني الأخلاقية الإلهية غير علمية بالألفاظ لا معنى لها إطلاقا إيه هذا هو مبدأ التحقيق دو فيريفيكاسيون ومن ناحية أخرى فإنهم يحصرون التجربة بالتجربة الحسية ولا يعيرون اهتماما للتجارب الباطنية التي هي من قبيل العلوم الحضورية أو الشهودية نعم وهذا علم النفس التجريبي والعلم النفس العيادي والإجرامي كله تجربه فقط حسيه. وامتنا غارقه في هذه العلوم. وهذه المطب الذي يفتح في بغداد وفي البصره وفي العاصمه الجزائريه وفي وهران وفي القاهره اللي ما يسمى بعلم النفس العيادي، كله مبني على هذه الرؤيه مع الاسف الشديد. الان في ايران يشتغلون على تاسيس علم النفس العيادي على الطريقة المثالية الطريقة الإلهية وفقهم الله إذا وفقوا إن شاء الله يوفقوا يكون فتح كبير في هذا المجال نعم ومن ناحية أخرى فإنهم يحصرون التجربة بالتجربة الحسية ولا يعيرون اهتماما للتجارب الباطنية التي هي من قبيل علوم الحضورية في المدرسة الكاثوليكية وحتى في المدرسة الاسلامية التجربة الباطنية غنية جدا بالمعطيات جدا بالمعطيات فيمكن التاسيس لعلم النفس التجريبي من التجربة الباطنية ليست الحسية نعم انا عندي كتاب باللغة الفرنسية وعندي نية ان ادرس هذه المطالب تحت هذا العنوان السيكولوجيه التجريبيه فقط من باطن ال... باطن ال... الانسان نعم وعلى الاقل فانهم يعتبرونها امورا غير علميه لماذا لان العلم عنده ما يقبل التحقيق لان صفه العلميه من وجهه نظرهم في رايهم لا تليق الا بالامور التي يمكن اثباتها حسيا للاخرين، يعني قابله للتحقيق عند الجميع. اذا فالذين يسلكون السبيل الوضعي او الوضعاني يعتبرون البحث عن الغرائز والدوافع وسائر الامور النفسيه التي لا تدرك الا بالتجربه الباطنيه بحثا غير علمي. نعم، ويعدون الوان السلوك الخارجي قابله للدراسه العلميه بوصفها موضوعات لعلم النفس وبالتالي فانهم يفرغون علم النفس من مضمونه الاصيل وهو الامور المجرده فقط علم النفس عندهم ماديه محضه فقط نعم وحسب هذا الاتجاه الذي يمكن وصفه بالافراط في الحسيه او في القول باصاله الحس لا يبقى مجال للبحث والدراسات العلميه المفيده لليقين حول او عن مسائل ما وراء الطبيعه لا معنى للميتافيزيقا عندهم نعم وتصبح او تصير حينئذ جميع المسائل الفلسفيه فارغه لا قيمه لها وهذا الذي اشار اليه يوم. قال اذا دخلت الى مكتبه كبيره واخذت كتابا لا يخضع للتجريب فاحرقه نعم من هنا جاءت الوضعانيه الجديده نعم والوضعانية المحدثة بوزيتيفيزم التي تأسست في فيينا معروفة بسيركل فيين نادي فين نعم مؤسسه شيليك نعم والتحق به آير صاحب كتاب المنطق واللغة والمنطق والصدق نعم الآن الوضعانية في الغرب أثلت انتهت لا يلتفت لا إليها أحد ولعل الفلسفة لم تواجه في تاريخها عدوا لدودا أشد من أصحاب هذا الاتجاه الوضعاني ولهذا نرى من المناسب أن نسلط الضوء عليه بشكل أكبر الشيخ يريد أن يدخل في سجال مع الوضعانية نقد الوضعية هي الوضعانية زعيمها في العالم العربي نجم محمود نعم زكي نجم محمود له كتاب المنطق الوضعي في مجلدين أراد أن ينشرها في العالم العربي ولكن لم يوفق نعم العالم العربي العالم الإسلامي مفعم في فئاته إلا المتغرب وهذا شاذ في العالم الإسلامي شاذ يشار إليه بالبنان مفعم بالروحانيات إسلامه روحانيات فأنت تأتي بمدرسة تضرب الروحانية مطلقا ولا قيمة لها كيف تقبل فيه في مجتمعك ابدا ولهذا لم تنجح الوضعانيه تفت وراحت في العالم الغربي وفي العالم الاسلامي الا ان الاحاطه علميا بها مهم جدا نعم لان يعني هي لم تختفي مطلقا في جماعه تريد ان تجددها من جديد نعم نقد الوضعانيه إن الاتجاه الوضعاني الذي يعتبر في الواقع أحط الاتجاهات الفكرية و اسخفها على طول التاريخ ترد عليه اشكالات عديده نشير من هنا الى اهمها حسب هذا الاتجاه تنهار اقوى اسس المعرفه وهي المعرفه الحضوريه والباديهيه العقليه نعم لان هذه كلها لا تخضع لمبدا التحقيق ليست تجريبيه نعم وبفقدان هذه المعرفة لا يمكن تقديم تفسير معقول لصحة المعرفة ومطابقتها للواقع كما سوف نوضح هذا فيما بعد هذه الدعوة فقط من الشيخ يقول أصبر علي سأبينها هناك أحسن من رد على هذا الاتجاه والاتجاه المادي في الغرب هو ريني جينون الذي اسلم وسمى نفسه عبد الواحد يحيى له سلسله من الكتب باللغه الفرنسيه عراقيه جدا وهو عرفاني الا انه محيط بالحداثه احاطه تامه ونقدها ونقضها حتى وكتبه ترجمها الشيخ مفتاح عبد الباقي مفتاح من الجزائر موجود على النت باللغه العربيه. عنده كتاب هيمنه الكم. انا قراته باللغه الفرنسيه ودرست بعض فصوله هناك يناقش هذا الاتجاه بعمق، يقول انتم في عمق التجربه لا يمكن لكم ان تستغنوا عن حيثيات ميتافيزيقيه لا يمكن لا يمكن لا يمكن الوضعاني اذا كان امام قطعه حديد يؤمن بوحدتها ام لا؟ يرى وحده ام كثره؟ خمسين قطعه ام قطعه واحده؟ اساله يقول لا قطعه واحده الوحده ليس مفهوما تجريبيا لانه لا يمكن التاكيد من الوحده بالتجربه يمكن التاكيد ان هذه القطعه تتمدد بالحراره بالتجربه اما تحيث هذه القطعة بالوحدة كيف؟ كيف؟ لا يمكن لا يمكن التأكيد منها بمبدأ التحقيق. إذا التجريبيات مفعمة بالحيثيات المطهى فيزيقية، هناك بين هذا الأمر بالتفصيل هيمنة الكم. نعم. أدخل في النات اكتب هيمنة الكم لريني جينون أو عبد الواحد يحيى يأتيك الكتاب إلا أن أسلوبه معقد جدا لأنه فني إلى درجة عجيبة، أنا أطالعه باللغة الفرنسية ليس باللغة العربية لأني أفضل الكتاب بلغته الأصلية. نعم. ولهذا حاول الوضعانيون تعريف العلم الحقيقي بصورة أخرى، أي أنهم اعتبروا الحقيقة هي تلك المعرفة التي يقبلها الآخرون ويمكن إثباتها بالتجربة الحسية، هذا هو المعروف بلو برانسيب دو فيريفيكاسيون مبدا التحقيق يعني انت عندك قضيه علميه اذا اخضعتها للتجربه ويمكن لغيرك ان يجربها يعني التجربه تسري فهذه علميه غيرها ارميها في الواد نعم ومن الواضح ان جعل الاصطلاح لا يحل مشكله قيمه المعرفه وان موافقه وقبول الذين لا يلتفتون الى هذه المشكله لا يمكن ان يضيف قيمه واعتبارا. اثنين لقد بنى ياتي ان شاء الله، اللهم صل على, على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد